ترامب يغرق، فهل تغرق إيران قبل أن يغرق ترامب؟ الرئيس الأمريكي ترامب في أغسطس 2018 في أسوأ حالاته. كل من قرب لانتخابات الكونغرس نوفمبر 2018 بيضيق الخناق حول الرئيس. الحزب الديمقراطي خصم الرئيس بيبذل قصارى الجهد إن هو يفوز في الانتخابات القادمة، وإن بعد كده يبدأ إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ليه الرئيس في أسوأ حالاته؟ لأن اتنين من أقوى رجاله وأقوى مساعديه، الاتنين دلوقتي بقوا في موقف ضعيف جدا في مواجهة العدالة والاتهامات الموجهة إليهما. الأولاني محامي الرئيس، والتاني مدير الحملة الانتخابية للرئيس. محامي الرئيس اللي هو كوهين عنده مشكلة كبيرة نتيجة ان في اتهامات موجهة ليه، سواء متعلقة باعطاء اموال من الحملة الانتخابية او من المال المخصص للحملة الانتخابية لسيدتين او لممثلتين اباحيتين، وده بيخالف القانون. او الامر التاني ملفات ضريبية. هذا المحامي، محامي الرئيس ترامب، من اقرب الناس اليه. في كلام ان علاقته قوية جدا بالرئيس، وفي كلام في نيويورك تايمز ان الرئيس كان بيوجه له اهانات كتيرة مستمرة، الا انه كان بيثق فيه طوال الوقت. المحامي كان بيقول قبل كده باستمرار انه مستعد انه يفتدي الرئيس ترامب، وان يتصدى لاي رصاص بيتجه الى صدر الرئيس، وان هو مستعد لاخر لحظة يعمل باخلاص وقوة وتفاني وسحق خصوم الرئيس ترامب. لكن كل ده ما أصبحش دقيق بعد اعتراف المحامي كوهين بأن الرئيس ترامب أو أن حملة الرئيس ترامب دفعت فلوس للممثلتين الإباحيتين نتيجة إسكاتهم، وأن الرقم ده يقارب 300,000 دولار، وأن ده من فلوس الحملة الانتخابية ومش من الفلوس الخاصة للرئيس ترامب، وبالتالي ده مخالف للقوانين الأمريكية. طبعا جدل كبير جدا في هذا الموضوع. البعض بيقول المحامي مخلص للرئيس، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية FBI هو اللي اقتحم مكتب كوهين وحصل على هذه الوثائق، وبالتالي ما كانش عنده حل إلا إن هو يعترف. البعض بيقول من الناحية القانونية هتتم الإدانة في هذه القضية، لأنه الأموال ديت مخصصة للحملة الانتخابية، اتاخد جزء منها راح لممثلتين إباحيتين، وده مخالف للقانون. البعض بيقول إنه ممكن ما يدانش قانونا في هذا الموضوع، لأن تم إجباره على إفشاء السرية القضائية، وإنه كان المفروض ما يتكلمش على موكله اللي هو الرئيس ترامب. الرئيس ترامب نفسه بيقول إن حتى لو في مخالفة، حملة الرئيس أوباما خالفت كتير جدا، اشمعنى حملة الرئيس ترامب واقفين على الوحدة وهم قبل كده فوتوا مخالفات أكتر لحملة الرئيس أوباما. في كل الأحوال في اتهام موجه لكوهين محامي الرئيس ترامب في هذا الإطار، اللي هو دفع أموال من الحملة الانتخابية مخالفا للقانون إلى ممثلتين إباحيتين علشان تصمتا حتى لا يساء إلى الرئيس ترامب. الملف الثاني هو قدام محكمة مانهاتن دلوقتي، هو اتهامات ضريبية. اتهامات للرئيس ترامب ولفريقه بأن حصل مخالفات ضريبية مهمة جدا، وأصبحت دلوقتي موجودة لدى الادعاء الأمريكي وموجودة في المحاكمة قدام محكمة مانهاتن. يبقى إذن ده ملف الرجل الأول من الاثنين الكبار اللي هم رجال الرئيس ترامب اللي بيتساقطوا، اللي هو محامي الرئيس ترامب، ملف متعلق بإعطاء أموال لممثلتين، والأمر التاني متعلق بتهرب ومخالفات ضريبية. نيجي بقى الرجل الثاني من رجال الرئيس ترامب اللي أيضا أصبح دلوقتي بيضعف مركز الرئيس ترامب القانوني في مواجهة الحزب الديمقراطي. التاني هو مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب. ما نفرت عنده 8 تهم. 8 تهم لو ثبتت هياخد سجن 80 سنة. يعني مدير الحملة الانتخابية للرئيس ترامب لو ثبت ان هو مدان في 8 تهم دول
إجمالي التمانية 80 سنة سجن في السجون الأمريكية. التهم دي بقى احتيال ضريبي، إخفاء حسابات في بنوك أمريكية، إخفاء حسابات أجنبية، إنه في غسيل أموال، في شهادات زور، في قضايا بنوك، كل بقى الكلام ده 8 تهم قانونية تساوي 80 سنة سجن. الرئيس ترامب بيقول إيه بقى؟ نتيجة طبعا دلوقتي في 8 اتهامات موجهة لمدير الحملة الانتخابية للرئيس، وفي اتهامات موجهة لمحامي الرئيس، وهذه الاتهامات بقى فيها دلوقتي وثائق وأوراق مهمة جدا. فالرئيس بيقول إن ده موقف سياسي منه، وإن وزير العدل مش عارف يشوف شغله، وإن في فوضى قضائية. الوزير رد على الرئيس وقال إنه لن يقبل تسييس القضاء. والرئيس ترامب قال إن FBI لما اقتحم مكتب محامي الرئيس، ما كانش مفروض يقتحم، وده مش مجرد اقتحام لمكتب محاميه، وإنما اقتحام للوطن الأمريكي. قال أيضا الرئيس إن الرئيس ترامب هو كمان خالف، ومحدش حاسبه هذا الحساب. إلا إن كلام الرئيس ترامب حول أخطاء FBI أو أخطاء الرئيس باراك أوباما فيما قبل، أو إن هو غير متهم في هذه القضايا، كل ده لم يؤثر كثيرا على الجهود في مواجهة الرئيس دونالد ترامب. النائب العام الأمريكي أو المدعي العام الفيدرالي، ده ما يعادل النائب العام الأمريكي، المدعي العام الفيدرالي إدى حصانات لناس هتشهد ضد ترامب، سواء مدير الشؤون المالية في مجموعة ترامب أو 2 مديرين في صحيفة عندها معلومات، دول هيشهدوا، خدوا حصانة وهم هيشهدوا ضد رئيس ترامب في هذه القضايا. القضايا بقى مش بس ان في حصانة لخصوم الرئيس او 2 من كبار رجاله تساقطوا، انما كمان وسط بيئة ثقافية ومناخ اعلامي معادل للرئيس. مؤخرا بس 7 كتب ضد رئيس ترامب، فيها كتاب اسمه المعتوه عن الرئيس ترامب، وهذا الكتاب ضايق جدا الرئيس ترامب، اللي هو رد ووصف الكاتب ان هي لا تفهم، وان هي شخصية وضيعة لانها كتبت هذا الكلام عن الرئيس ترامب، التي اتهمته بدرجة من الخلل العقلي اثناء اداء مهامه الرئاسية، والكاتبة كانت مساعدة في البيت الابيض فيما قبل. الرئيس ترامب بقى في المجمل بيقول ايه؟ بيقول ان هو قام باعمال رائعة، وقال الرئيس او الفوضى، وقال انه اسواق المال هتنهار، وقال انه الفقراء سيزدادون فقرا في امريكا اذا سقط الرئيس ترامب. وده اول مرة يعني الرئيس كلينتون لما وجه باحتمالات عزله من المنصب ما قالش هذا الكلام، انما رئيس ترامب بيقول ان هو لو تم عزله من منصبه الفقر هيزيد في امريكا، اسواق المال هتنهار، الجهود الرائعة اللي بذلها كلها هتنتهي، يعني امريكا هتخسر كتير جدا لو خسر الرئيس دونالد ترامب رئيسا لامريكا. ما هي الاحتمالات؟ اما انه الديمقراطيين يفوزوا في نوفمبر اللي جاي في الكونجرس، وفي هذه الحالة غالبا هتبدأ اجراءات عزل الرئيس ترامب، وسواء بقى الاتهامات قوية مش قوية، زي اتهامات اوباما قبل كده في الحملة مش زيها، زي اتهامات حملة كلينتون مش زيها، ايا كان لو الديمقراطيين فازوا هيبدأوا اجراءات عزل الرئيس ترامب. الاحتمال التاني ان الديمقراطيين ما يفوزوش، وفي هذه الحالة مهما تكن الإدانات والأخطاء لن تبدأ إجراءات عزل الرئيس ترامب. أيضا في هذا السياق لو الرئيس ترامب مشي هيجي نائب الرئيس مايك بنس، ومايك بنس بيحظى بتقدير المحافظين، وفي هذه الحالة يكمل المدة، وممكن يبقى هو مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة، ويكون الحزب عنده فرصة أفضل من إن لو الرئيس ترامب هو اللي كمل في الانتخابات القادمة. في تقدير آخر إن الرئيس ترامب دلوقتي بيشد جدا جدا على إيران، فيقعد بقى في شهر سبتمبر يكمل هذه الشدة، ويجي في شهر أكتوبر ويشتد أكتر أكتر في مواجهة إيران، يجي في نوفمبر شكل الانتخابات إيه؟ لقى نفسه بيخسر، يبدأ حرب على إيران. ففي كلام إن ممكن يبدأ ضربة على سوريا في موضوع إدلب، وممكن هو يبدأ ضربة عسكرية لإيران قبيل الانتخابات أو أثناء أو بعد الانتخابات، لو كان السياق هو عزل الرئيس
قد يكون البديل هو ضرب إيران. إحنا إزاء مشهد صعب جدا، معقد جدا، الرئيس ترامب فيه قد يكمل المدة وقد لا يكمل، قد يبدأ حربا جديدة في الشرق الأوسط وقد لا يبدأ. في كل الأحوال أصبح مصير جزء كبير من العالم متعلق بما سيجري في انتخابات الكونغرس الأمريكية نوفمبر 2018. في توضيح ما ذهبنا إليه من تحليل في مقطع فيديو في الأول، تقرير عن محامي ترامب اللي بيعترف بثمان تهم تدين المحامي وتشير إلى الرئيس، والتقرير الثاني عن مدير بقى الحملة. تكلمنا عن المحامي ده مدير الحملة اللي هو برضه مدان باتهامات لو تأكدت 80 سنة سجن.